صورة أبوي الله يرحمه بقى. الحكومة اعتلته ده حد من عندكم الاسم. ربنا ما يكسبه يا رب. اتفضل اتفضل اتفضل. معلش بقى تعبتك في المراقبة. وانت عرفت اللي انا كنت براقبك ازاي؟ ما هو الباشا رئيس المباحث لما قال امشي انا بصراحة ما صدقتش، وانا ماشية كده كنت حاسة ان في حد ماشي وراي. لا ما حصلش كده، هو مش شاكي وخلاص. امك دي؟ دي امي واخواتي الاتنين. ابويا سابنا بقى الله يرحمه يقعد نقعد في الدنيا. مين معاك يا منى؟ ده صلاح باشا ياما، هو اللي خرجني من الاسم وجي ورايا عشان يطمن عليا. على فكره سعاده البيه وشرف النبي، بنت بتشتغل بشرفها وملهاش في الشمال. معاك موبايل؟ ساعات ولما بتزنق ببيع. طب امسكي الكارت بتاعي فيه كل الارقام بتاعتي، لو احتجت حاجه كلميني. ده انا حدوشك. ايه يا بيه؟ ايه يا بيه؟ مالكيش دعوه انت. لا مفيش داعي يا بيه. حاجه بسيطه للعيال. امسكي. كتر خيرك. السلام عليكم. حاجتك يا بيه. لا مؤاخذة. السلام عليكم. شرفت. تسلم خطويك يا بيه. شرفت ونورت الحيط. خلصنا يا كابتن بقى، ما كانتش فاردة دي. يا عم الصبر، الصبرة دي أنا بكلمها أهو الصبر. يا مصاكي اهبى 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 يا عم اهبى. ايوه يا سام ازيك؟ انت فين يا عم؟ يا عم انا قاعد مقدر الناس هنا، ما تنجز بقى. طب اديني واقف مستنيك اهو. يلا سلام. انت ايه اللي جابك هنا؟ قلت لي اقعدي في البيت قعدت، من ساعتها لا بترد على تليفوناتك ولا سائل فيا. يا بنت هو انت مراتي؟ مالك في ايه؟ وبعدين ايه؟ انت قافش عليا زله. يعني كلامك اتغير يا شو. ايه اللي اتغير؟ هو انا كنت وعدك بالجواز ولا كان في ما بيننا مصلحه؟ افهمت افهمي، انا زي اي حد في الحاره هنا، عايز ماشيك يبقى تمام، عايزك تمشي عدل، وانا مش هقول لك الكلام ده تاني. وانا مش هتغير يا شو. خلاص ولع الجاز. ماشي يا شو. ماشي. ايه يا عم روميو؟ انا مش شو. انت فين يا عم؟ معلش المصلحه بس انت عارف. طب يلا يلا بس استنى بس، انت واخدنا على فين؟ هاخدك على فين يعني؟ على فرح. ويعود بقى يعمل ايه في فرح ان شاء الله؟ يا عم العريس عايز يسمع عود، انت مالك انت مالكش فيه. يلا يلا يا عم. خلاص طيب. يلا يلا يا رجاله. السلام عليكم. تعال اتفضل. السلام عليكم يا رجاله. السلام عليكم. يا وشو البنت تاني دي قفشاك، عايزه منك ايه؟ قلت انا صاحبك. هي بترازيني وخلاص. ايه ده يا ناس؟ انها ما تروحش تقول لابويا حاجه. يا عم انا ماليش لازمه في الفرقه دي. انا قايل لك العريس عايز يسمع عود. يا اخي هو دماغه كده يا عم سمسم؟ من ساعه ما عمل اللحن الجديد اللي ما حدش سمعه وهو معرضة علينا. يا عم ابو نركو ده من ساعتها ما عملتش لحن تاني. ورحمه امي ما انت عامل اي حاجه في حياتك. ماشي يا عم الموسيقى. يا بنت تعويرة ماشية رايحة فين دلوقتي؟ يا بنت اركبي علاجك معانا. لا تروح تدي لهم. ماشي ناوي تستين بيها ايه؟ مش جاية؟ دول تروح تفتح بيهم وشك. يا بنت اركبي العجل خف من الشارع، مش هتلاقي الزبائن دلوقتي. ايوه هو ده الكلام الجامد قوي. انت دماغك عالية قوي. على الاخر. بتضرب ايه؟ أي حاجة وكل حاجة. حلو الموبايل ده. اتفضلي. قولي بقى هتدفع كام؟ اللي انت عايزاه. 200 جنيه. ليه بس كده؟ خلاص 100، بس هي ساعة واحدة بس. انا هاخدك البيت ونطلع بعض بقى، انا قاعد لوحدي يا بنت. انت هتتجوزني ولا ايه؟ يوه. انا نشاطي سيارات، وانزل قبل أي لجنة، هو ده نظامي. هتيجي ولا مش هتيجي؟ قلت لك أنا بنتي ناس. وما بركبش غير عربيات، مش عاجبك نزلني. لا واضح انك بنت ناس فعلا.
ويلا بقى اتكلي على الله. يلا في داهيه. الله، مش موزه ركبت معاك العربيه وطرتها لك؟ هات 20 جنيه بقى. 20 جنيه ايه؟ يلا يا بنت اتكلي على الله. الله، انا عرضت نفسي للخطر، بقول لك هات 20 جنيه. 20 جنيه؟ اه. يلا يا بنت اتكلي على الله، لا اكسر لك دماغي. يلا يلا غوري. ماشي. ايه بقى؟ عرف. يا بنت الحرامية. فين الموبايل يا بنت الكلب؟ ها؟ أنا في إيدي حقي. فين الموبايل؟ قومي بقول. ها؟ فين الموبايل؟ فاكراني سايح ولا إيه؟ ها؟ ها؟ اما مالك يا بنت مدهوله في راسك كده ليه؟ انت مالك؟ خليكوا كلكم تشربوه. طب ما تيجي يا بنت تعالي تاخدي لك نفسين يمكن تنسي الواوا. هات يا نغ، هات يا نغ من زي قرعه مثل البره البنت دي. مقصوفه الرقبه دي؟ اه. مش هنخلص بقى من الوابور ده سفشتا جبتوا لنا الرب؟ يا ريت يجي لك وياخد عمرك، يا ريت. خلي البيت ينضف. بيت؟ هو فين البيت ده؟ انت بتسمي الخرابه دي بيت؟ روح يا اخويا اطلع شوف البيوت عامله ازاي والناس شكلها ايه. ربنا عماني عشان ما اشوفش خلقتك. عقبالي يا رب. ما تكتمي يا بنت وما تعليش صوتك، مالك؟ روح يا اختي شوف مين اللي بطحك على راسك. اهو من لفك وبرمك في الشوارع طول الليل. قعديني وانا اقعد، اصرفوا عليا زي بقيه الناس. توبي على اللي انت فيه واحنا نصرف عليكي ونستتك. هتوب من بكره بقى، هقعد في البيت بس عايز اكل واشرب والبس زي انت في الحار لما نشوف بقى. يا ريت ان شاء الله حتى انزل اخدم في البيوت، المهم تقعدي. طب انا يطلع الصبح وكلام ما يبقاش زبد. هي فين؟ هي فين بنت الكلب دي؟ اقعد يا اخويا ما توسخش ايدك، اقعد. فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، هنا مدرسة محمد، ومن جلس معي في حضرة المصطفى فليصلي عليه ويسلم تسليما كثيرا. درسنا النهاردة يا أخوانا عن الفرحة، كيف نفرح. زمان لما كان حد بيتجوز كنت تلاقي ان كل البيوت اللي حواليه فرحانة بشكل مؤدب ومهذب وجميل، والمعازيم جايين لابسين اللي على الحب وريحتهم عطر، ريحتهم حلوة، وبيذكروا الله وبيذكروا الرسول. صلوا على حضرة المصطفى، قول لا إله إلا الله من قلبك يا سيدي. إنما دلوقتي تلاقي شوية عيال اللي بيزفوا دول ويعملوا الحركات، ما تفهمش العيال دي لابسة إيه ولا عاملة شعرها إزاي، واللي حالق زلبطة، واللي مشرط دماغه، واللي رسم حروف على قرعته، وريحتهم والعياذ بالله وحشة وحش قوي. ايوه، ما الواحد فيهم بقاله ساعه عمال ينفض نفسه راس، واللي بيرقص بسنجه، واللي بيرقص بمطوه، واللي عمال يتمرمغ في الارض، وعمالين يغنوا اغاني لا ليها طعم ولا لون ولا ريحه، وما تفهمش اذا كانت الاغاني دي كلام عربي ولا انجليزي. مع ان ابن شوقي لسه عامل الزفه بتاعه ده بنتي. كل واحد ما بقى عارف صح فين ولا الغلط فين. زمن الفرحة الحلو، نفرح بس بأصول، نفرح بس بعد، ولا إيه؟ الواحد بقى يسمع أغاني والعياذ بالله بتجيب له شلل رباعي. أي أيوة والله شلل رباعي. ده الواحد بيبقى خارج على فيض الكريم رايح شغله، بدل ما يقولوا له في الراديو اتق الله ولا تأكل حراما، يسمع واحد يقول له أنا كل مرة أشوفك فيها أبقى نفسي يا ابني مرانا أشغال خلصت الله يسترك. يا ولا إيه جاتك الهوا يا بعيد. يا ولا كمل إيه.
أشوفك أقول لك إنك كلك على بعضك عندي بالحياة. بيقول لحبيبته يعني إن كلها على بعضها عنده بالحياة. طب خليها تنفعه بقى يوم اللقاء العظيم. استغفر الله ولا إله إلا الله. عيشة عيشة بيت عيشة. أنا ما بخرجش، قلت لك مش هقدر. يا بنت أنا بحبك. ما أنا عارفة، أنت قلت الكلام ده قبل كده، بس أنا مش هخرج معاك، وبعدين هنروح فين؟ يا بنت عايزين نتكلم مع بعض في أي حتة بعيدة عن الحارة. ما إحنا بنتكلم أهو، عاوز تقول إيه؟ عايزين نترجم الحوار مع بعض. بنتي عايشة. أيوة يما، يا نهار أسود يا يما. تعال تعال اطلع اطلع يخرب بيته. خشي خشي. عاوزة تفتحي لك الحارة يا بنتي. خلاص يا اخر مره كنت بتروحي سنه مين يا بنت اللي كان واقف معاكي ده؟ اول ما شافني كده على طول اتطير. يا ما حرام هتقولي ولا اقول لابوكي؟ حنفي ابن عم ابراهيم. يا مصيبتي حنفي الصهي يا عيشه يا بنت الاستاذ تمام اللي خيبك. ما خفتيش يا بنت وانت سامعه صوت ابوكي في الجامع بيرن في الدنيا كلها وانت عماله تتمايس شمال ويمين على السلم؟ خلاص يما مش هعمل كده تاني. كان بيقول لك يا بنت، كان بيقول لك ايه طاري؟ هو بيقول لي بحبك. بيه؟ بيحبك؟ لك تحبك برص وثلاثة قرص انت وهو. ولا كبرتي عايشه وبقيتي بتعرفي تحبي يا خيبي. اتاري بقى التلفزيون هو اللي بوظ املك وانا عماله داري عليك شمال ويمين واقول البت محبوسه البت عايزه تتفك وانت دارك يا اختي عشان لقصه حب. يخرب بيتك انت بينا المصايف الفضائي. يخرب بيتك بدي ايده عليك يا بنت. لا يما لا يما والله وحياه ابويا هو كلامه بس كلامه بس. هتفضحينا تفضحينا يا واطيه. والواحد وهو راجع من شغله بقى عشان يلحق المغرب يسمع اخ تاني بيقول له انا ضارب سيجارتين بني وحاسس ان دماغي بتاكلني. بتاكلك؟ ما هي لازم تاكلك. كلك عفريت يا بعيد. ما هي بتاكلك عشان اتسطلت وبتخطرف وبتقول اي كلام. لا وبنسمع الاغاني دي فين؟ في نهار رمضان. رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. استغفر ربك يا سيدي وقول لا اله الا الله من قلبك. ربنا يرحمنا جميعا. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا الله. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يفتح عليك يا شيخ. على حضره النبي. يا عدرا يا من نور حنني قلبه ونوري طريقه وسهلي حاله. امين. يا ماهر بارك انك صليتي. احضر لك تاكل؟ لا 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 خليك هجرب جرنان وانام. مش قابلت اللي فندي صبح جوز بنتك قاعد على القهوه؟ اي القهوه دي هتفضل وراه لحد ما تخرب البيت. قد ما عندوش ريحه الدم شايفني معدي قدامه وعينه في عيني يقوم يعمل نفسه مش شايفني. يعني هي بنتك اللي عدله. يلا ربنا يهدي. ربنا يهدي الجميع. بقول لك يا سعديه أنا عايز أشور عليك في موضوع تاني. خير يا أخويا. أنا زهقت بقى بصراحة من مشوار الصعيد رايح جاي رايح جاي. أنا هسوي معاشي. ده يوم المونة، ده أنا قلبي بيتخطف كل ما بتروح تركب القطر. أيوة. قرشين المكافأة نحطهم في البوسطة وفايدتهم على قرشين المعاش ونعيش بيهم بقية عمرنا مستورين. طب تفتكر الفلوس دي تكفي نروح نزور منها الواد؟ شوف أنا بقول إيه وهي بتقول إيه. يا ولية أنت اتخبلتي في دماغك. ما تطلعي من دماغك بقى. الله يعني هو كان افتكرك؟ وبعدين هنروح له فين؟ احنا عارفين له طريق جره. بقول لك يا سعدين قومي نامي يا سعدين. انت بتصليتي؟ قومي نامي يا سعدين. كده برضك يا ماهر. نامي وقولي لمخك يستريح شويه بقى.
ما انا لازم اجسي قلبي شويه. وانت وحشنا قوي يا ولد. بس اللي انا مش فاهمه انت جبت القساوه دي كليتها منين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخويا. الله، قفله بالترباس ليه يا زينب؟ يعني عشان يبقى امان، مفيش حد مضمون دلوقتي. والله عندك حق، اليومين دول بالذات ما عادش فيها امان خالص. امال فين عيشه؟ موجوده يا اخويا. بنتي عايشه. اسكتي يا زينب، الدرس النهارده كان عاوزك. الناس كانت مشدوده على الاخر، وكان نفسهم ان الدرس يطول ويطول. الحمد لله، ما انت كلامك جميل قوي يا استاذ تمام. ان جيت للحق يا زينب، انا مش عارف ايه اللي بيجرى لي لما بخطب في الناس. بحس كده ان الفلاح اللي جوايا بيطلع فجاه، والحماس والانفعال بياخدوني قوي، وبعطش الجيم واسخن، وساعات اخش في حاجات. ايه مالك يا بنت عايشه؟ مفيش يا بابا. طب تعالي يا حبيبتي، تعالي اقعدي جنب بابا يا بنتي. عيشه، انا عارف اني جديد عليك شويتين، وعارف كمان ان انا بمنعك من الخروج مع البنات، بس يا بنتي الحاره اللي احنا فيها دي فساد، وهتسمعي كلام مش هيعجبك، وهتشوفي حاجات ما يصحش تشوفيها. صدقيني يا بنتي انا بعمل كده لمصلحتك. الله، انت بتعيطي ليه بس يا عيشه؟ معلش يا بابا. طب ايه رايك بقى ان انا هخليكي كل يوم جمعه تنزلي شويه؟ ماشي يا ستي؟ لا تنزل ولا تروح ولا تيجي، بلاش دلع فاضي. الله 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 الله، امرك عجيب يا زينب. وانت العب كده ولا العب كده؟ قومي قومي اغسلي بقيت هدومك. قومي. حاضر يا بابا. الله، جريه وليا، مالك؟ ايه في ايه؟ ما تخفش على البنت شويه. حكايه النزول والطلوع دي سيبها عليا انا، مالكش دعوه بيها خالص. وهو ده المطلوب يا اختي. امال المحروس شوقي ابنك فين؟ من ساعة ما نزل الصبح ما رجعش لحد دلوقتي. يرجع بالسلامة، ربنا يهديه. يا رب. يلا قومي حضري لنا لقمة. حاضر يا اخويا. بقول لك ايه يا زينب؟ نعم. أنا نفسي هفاني على طاجن عكاوي وشوية بومبار. عكاوي وشوية بومبار؟ ده امتى؟ دلوقتي؟ أمال يعني السنة الجاية؟ طب يا اخويا خليها الصبح، الصباح رباح. احنا ضامنين نعيش للصبح. الله، بقول لك نفسي هفاني يا وليا، خلي عندي شوية نظر ومور. طب معلش يا اخويا خليها بكره، احسن انا النهارده تعبانه قوي. تصبح على خير. كده وانت من اهله يا امه. بنت عيشه اعملي لي سندوتش مرتة يا بنت. خدت حمام يا حبيبتي من بتوع زمان. انما ايه يا خبر ابيض، لو وزنتيني تلاقيني خسس النص. يا راجل انت هتجنني. الصبح تصحى مش طايق نفسك وماشيلي زي النمله، وتيجي على بالليل وتقلبلي على قرد. بس انت عايزه ايه دلوقتي، النمله ولا القرد؟ عايزه الخاتم اللي قلت لك عليه. تعالى شوف ايد اختي دي، مش باينه من كتر الدهب اللي في ايديها. يا حبيبتي اختك متجوزه راجل اعمال، عندهم الفلوس زي الرز، انا على قد حالي. عشان قاعد لي في اجزخانه معفنه بتبيع لي بقرش وبقرشين. تعالى شوف الاجزخانات اللي في وسط البلد بتكسب كام. سيبينا من الاجزخانات، خلينا في الخاتم. بتدي هتحطي؟ هو بكام الخاتم ده؟ 2000 جنيه بس. بس بس ده انا اجيبه في ايهم عينيا كمان. ربنا يخليك ليا ولا يحرمنيش منك. يا ولد يا بابا يا ولد يا نبي. الله، الواد ده انه جاي بابا. امه مخرج له، انا عايز حاجة. طب ما تتأخرش لحسن، لو اتأخرت حنان. ايه اوعي. ايوه تمام. بابا انت لسه صاحي؟ ده انا ما رضيتش اقلقك. لا انا صح والله، مش جايين نوم يعني. الله، وقلت يعني اما اجي اشوفك. اتعشيت ولا صح؟ انا قاعد تعمل لك عشاء حبيبي. الحمد لله اتعشيت مع ناس صحابي. طيب يعني اذا كنت عايز تنزل انزل يعني، ده لسه بدري برضه. استمتع بحياتك يا اخي، استمتع بحياتك. حاضر يا بابا، انا فعلا عندي مشوار ولازم انزل. يلا حبيبي، بصوا
طبعا. ها خد المفاتيح معاك. حاضر. حنايا ماشي يا بابا. وزعته. ايه ده؟ انت نمت ايه؟ طيب تامر. تامر. ايوه بابا. بقول لك ايه؟ نعم. ان كنت عايز تقعد اقعد. يعني الدنيا ليه؟ هتروح فين يعني؟ ولا اصحابك دول يعني هتعمل معاهم ايه؟ ها مجلس يعني وزراء يعني عم مستعجلين عليه؟ اقعد يا راجل، ده الدنيا ليل وحد شاف ايد كفه حتى. اقعد يا عم اقعد. حاضر يا بابا. قوم ياض، قوم ياض، قوم، كفاياك نوم. ريحتك طلعت، مراتك صحيت من الصبح. في ايه يا بابا؟ جعان، بطني بتتقطع من الجوع. وانا اعمل لك ايه يابا؟ انا لسه نايم من ساعتين. شوف الواد بيرد عليا ازاي. يابا انا كلمتك. قوم ياض احسن اضربنا قلمين، ولا اقول لك اديني بالشلوت وانده مراتك تشوفك وانت بتضربني بالشلوت. يا فتاح يا عليم يا رب. ادعي عليا بقى، ادعي عليا. يابا مالك؟ مال؟ هو انا حلت مال؟ يا ريت يا اخويا. الناس كلها بتقول لي ابنك بيشتغل ومعاه فلوس، فين الفلوس يا ياد؟ انت بتتعاطى حاجه يا ياد؟ ما حصلش يابا. امال بتودي الفلوس فين يا ياد؟ اوه ما هي مقفله في وشي من ساعه ما زيزو مات. اياك عايزني ادعي لك ان ربنا يسهلها لك في تجاره الحشيش. لا شوف لك شغلانه تانية يا ياد، انا عندي عيل عايز اربيه. حاضر يابا حاضر. رايح فين يا ياد؟ اوه راح ادور على شغل يابا. انت بتستقرض يا ابن الكلب يا معفن؟ انت بتزر عينيك؟ عايز تضربني؟ ما انت صايع، اضربني يا رب. يا رب اخفيني بقى. عايز تتبخر وتسيبني انا ومراتي لوحدي؟ انسي، روح اشم لك شويه اكسجين كده وما ترجعش البيت الا ومعاك 100 جنيه، فاهم؟ انا عندي عيل عايز اربيه. يلا يا ابن الكلب. حاضر يابا خالد. يلا امشي. حاضر ماشي. اجري يا ولد، اجري بسرعه يا دكتور. الله لا يسيئك، الواد عنده كلب يا دكتور ولازم ياخد حقنه دلوقتي حالا. الف ما بقاش عليه يا اختي، اطلعي بيه على مستشفى الكلب. رحنا المستشفى يا دكتور، وهناك قالوا لي هاتي سرنجه، قلت اجي اخدها من عند حضرتك، وحضرتك تديها له بايدك اللي فيها البركه. تعالي بعد نص ساعه. يا بيه يا دكتور الله يبارك لك، الواد عنده كلب مسعور ولازم ياخد حقنه دلوقتي الا هيموت مني. يعني اعمل لك ايه؟ احنا لسه فاتحين يا ستي، وايديا هي قدامك بتترعش، يعني اعمل لك ايه؟ اما بتقولك لا اله الا الله، تفهم بقى يا دكتور وعليا ده كله، انا اخدك زخانه بره وله رب اسمه الكريم. احسن يا اختي ولا احسن؟ اتفضل يا دكتور، حطه عندك هنا. ولا نزل نص الباب، انا مش عايز اقابل حد النهارده. ايه؟ حاضر يا دكتور. وحشتيني. اهلا وسهلا. وحشتيني قوي. اتفضلي خشي. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اهلا يا حبيبتي. مساء النور. اهلا بيكي. وحشتيني. وانت كمان وحشتيني. للدرجات دي الجواز ياخدك مننا؟ العيال والمدارس، اعمل ايه بس؟ والله دي هيصه يا طنط. كام سنه ما شفتكيش، ولا عشان ليلى هي بس اللي بتشوفك؟ ما اقدرش على بعدك، والله دي ظروف. تعالي نخش نقعد جوه، اعملي شاي يا ماما. حاضر يا عيال. بعد اذنك يا طنط. اتفضلي يا فاتن. ياه ايه ده يا ليلى؟ اوضتك ما اتغيرتش من 5 سنين. 5 بس؟ قولي 20 سنة. اخيرا يا اختي جيتي للبيت. اعملي بس يا لولا، والله العظيم انا في دوشة. اعمل ايه؟ ما انتي عارفة. ايه ده؟ انت لسه محتفظة بالصور دي؟ وهو انا ليا غيرها؟ ده هي دي الذكريات اللي معيشاني لحد دلوقتي. فاكرة يا لولا؟
فاكره يا بنت مظاهرات 18 و19 والبنت الوطنيه بقى ليه اللي هتغير من اوضاع البلد. انا كل ما افتكر ان انا كنت بتشال على كتف راجل ما صدقش نفسي. انا ازاي كنت بعمل كده وعمري ما جه في دماغي ان ده راجل وشايلني. تفتكري بقى هو ما كانش في دماغه؟ وانا مش عرفني بقى يا فاتن هو وضميره، كنا عيال يا بنت. قولي لي يا لولا، ندمتي على الايام دي؟ انت جايه تضايقيني؟ لا والله العظيم انا بجد بسالك، ندمتي؟ والله مش عارفه المفروض اندم ولا افتخر. يمكن ساعتها كان الحماس واخدني، مش عارفه بقى اذا كنت مدعيه ولا صاحبه قضيه. يا ستي بطلي لف ودوران وردي عليا، ندمتي؟ الشاي يا بنات. اهلا يا بنت، متشكره قوي قوي. منوره يا فاتن يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا روح قلبي. عارفة يا فاتن الحاجة الوحيدة اللي ندمت عليها ايه؟ صحابي وانتي اولهم. ليه؟ هتزعلي مني؟ لا والله ما هزعل منك، انتي عارفة قد ايه ان انا بحبك. لما دخلت الجامعة وانا منحارة زي ما انتي شايفة كان احساسي بالفقر كبير. كل البنات بتلبس، كل البنات معاهم فلوس، عمري ما بصيت للي عندهم عربيات عشان ده كان حلم بعيد. قلت يا بنت اللي عوضني عن كل ده الشخصية، لازم يبقى ليا شخصية. لقيت نفسي في أصحاب المواقف والنظريات السياسية، شدتني أفكارهم ولبسهم جه على هوايا. أي جنس في أي بلوزة في أي كوفية وأي تسريحة. وعشت ليلى غانم سكرتيرة أسرة الوطن وعرفتك. ليلى لو مش عايزة تكملي بلاش. ليه؟ علشان بجد أنا شايفة أنك بتهربي من سؤالي. ندمتي؟ أيوة ندمت، لأن كلكم فجأة اتغيرتوا ودورتوا على الحياة، كلكم عرفتوا تتجوزوا، أنا الوحيدة اللي مشيت ورا وهم. آه بندم يا فاتن، بس ندم بعد المحطة ما فاتت وقطر العمر ماشي. طب واللي رجع لك القطر تاني؟ نعم يا أختي. أنا جايبالك عريس. عريس؟ وده عنده كام سنة؟ ولا مريض ومحتاج رعاية؟ لا والله يا اختي ده راجل وزي الفل كمان وعارف عنك كل حاجة، بس هو متجوز. لا انسي انسي. ليه بقى كده؟ ده دماغك ناشفة كده ليه؟ ما تصحي شوية. بقولك ايه يا فاتن، احنا عندنا محشي، تاكلي محشي؟ بص يا عموم انت تبلغ الشكاوي. ماشي. انا اللي سهران النهارده، هجيب العمال نكشف واطلب تغيير الكابل. يجي المهندس يعاين يقولوا له الكابل عايز يتغير، اركب الجديد، يمشي اركب القديم. الله، طب ما السليم يركب والجديد يتكهن والباقي عليك. لا ولا يكون عندك فكر، ده ملعبي. اهو ربنا قطع النور يا فتحي عشان عارف اللي انت ناوي تعمله. الشغل مش عيب يا سناء. مش عيب يا اخويا، بس ما تشمتوش فينا. فيهاش حاجة يعني، لو الواحد يعني قال شوية طعمية في الحارة أو ماشي حنة برضو، وبعدين الشغل مش حرام يا أخويا. محدش قال إنه حرام، بس تقف على ناصية الحارة تقلي طعمية ورجليك تعبانة وهو في الرايحة والجاية يلسن علينا. لأ والله العظيم أديله بالبجور في وشه. يا فتحي يا فتحي، ده بلطجي، ده ما عندوش قلب. بقول لك يا أخويا عشان خاطري هناكلها بملح، بس ما شوفش في عينه نظرة شماتة واحدة. خلاص نسيب الحارة وندور على أي أوضة تانية نسكن فيها. لا ما هو ده بقى اللي في بال، وأنا بقى مش هنوله اللي في بال. أمال هنعمل إيه يا سناء؟ أهو العمل عمل ربنا يا فتحي، هو اللي بيعمل كل حاجة. نشوف مخبلنا إيه. نور. الله ينور. الله ينور عم فتحي. لمّلي بقى الكابل ده يا معلم. يلا عبد الله هتاخد الكابل وتطلع على المخزن، وأنا هاخد العربية وأكمل وردية. ماشي؟ ماشي يا صاحبي. يلا. صح.
سلام يا صاحبي. الله ينور يا رجاله. يلا نشاهد شويه. افتح يا واد، انت مش سامع؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا حضرتك. يا دكتور صوف. صلاح باشا، وايه لازمته ده كله؟ حاجه بسيطه عشان العيال. انت يا واد ليهم؟ والله انتوا ما تربيتوش ليهم العيال. احباب الله. يا اتفضل. يا اهلا وسهلا. اعمل لك كوبايتين شاي يا ام. حاضر يا حبيبتي. كده يا منى. ده عشان انا؟ وليه تكلف نفسك كده يا باشا؟ ما بلاش يا باشا دي. قولي يا صلاح. يا لهوي. اقول لك صلاح عاف كده يعني؟ اديكي قلتيها اهو. شك الدبوس. نزلت الشغل النهارده ولا ايه؟ اه نزلت. وبعت 10 شرايط. وشك حلو عليا. بتكسبي كام يعني من الشغلانه دي؟ يعني 15 ساعات 20 يعني حسب رزقي. لو جبت لك شغلانه بنفس المبلغ ده تشتغلي؟ يا ريت يا ريت يا سعاده الباشا يا ريت، على الاقل تتلم من الشوارع. بس انا يا دوب بفك الخط، ولا معايا شهاده ولا صنعه. الشغلانه دي مش محتاجه الكلام ده، هتشتغلي في مشغل، واحلى ما فيه ان كله حريم. خلاص يا بت، اسمعي كلام سعاده الباشا. اتفضل. صلاح، صلاح يا امي، خلي البساط احمدي.